بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الرابع عشر. سلحفاة وأرنب. يحكى أن سلحفاة وأرنبا تسابقتا مرة. يحكى فعل مضارع مبني للمجهول. أن حرف مشبه بالفعل سلحفاة اسم أن، وحرف عطف أرنبا معطوف على سلحفاة. تسابقتا فعل ماض والألف فاعل، وجملة تسابقت في محل رفع خبر أن. مرة ظرف زمان وهو متعلق بالفعل تسابقت. والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في محل رفع نائب فاعل. وجعلت الحد بينهما شجرة. وحرف عطف جعلت فعل ماض والألف فاعل. الحد مفعول به أول بين ظرف مكان متعلق بنعت محذوف وهو مضاف هما مضاف إليه. وشبه الجملة في محل النصب نعت للحد. شجرة مفعول به ثان. وقد اتفقت على أن من تصل إلى الشجرة قبل الأخرى تكون لها جائزة عظيمة تعطيها الأخرى. وحرف عطف قد حرف تحقيق. اتفقت فعل ماض والألف فاعل. على حرف الجد أن حرف مشبه بالفعل. من اسم مفصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل نصب اسم أن. تصل فعل وفاعل، وجملة تصل صلة المفصول إلى الشجرة جار ومجرور متعلق بالفعل تصل قبل ظرف زمان وهو مضاف الأخرى مضاف إليه. وشبه جملة متعلق بالفعل تصل تكون فعل مضارع ناقص، وجملة تكون في محل رفع خبر أن. لها جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر تكون. جائزة اسم تكون. عظيمة نعت أول تعطي فعل مضارع في محل رفع نعت ثان. ها مفعول به الأخرى فاعل تعطي. والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في محل جر، والجار والمجرور متعلقان بالفعل اتفقتا. أما الأرنب فقد اتكلت على خفتها في الجري فتوانت في الطريق ونامت. أما حرف الشرط الأرنب مبتدأ، الفاء حرف واقع في جواب الشرط قد حرف التحقيق. اتكلت فعل ماض خبر المبتدأ وفاعله ضمير مستتر تقديره هي. على حرف الجر خفة اسم مجرور، والجار والمجرور متعلق باتكلت. وخفة مضاف ها مضاف إليه، في الجري متعلق بخفة. فحرف عطف توانت فعل وفاعل، في الطريق متعلق بتوانت. وحرف عطف نامت فعل وفاعل. وأما السلحفاة فلعلمها ببطء حركتها لم تتوانى ولم تفرط، بل استمرت في السير رويدا رويدا حتى وصلت إلى الشجرة. وحرف عطف أما حرف الشرط السلحفاة مبتدأ، الفاء حرف واقع في جواب الشرط لعلم جار ومجرور متعلق بالفعل تتوانى. وعلم مضاف ها مضاف إليه، ببطع جار ومجرور متعلق بعلم. وبطع مضاف حركة مضاف إليه، وحركة مضاف ها مضاف إليه. لم حرف الجزم. تتوانى فعل مضارع مجزوم بلم، وجملة تتوانى خبر المبتدأ. وحرف عطف لم تفرط معطوف على لم تتوانى. بل حرف عطف استمرت فعل وفاعل، في السير جار ومجرور متعلق بالفعل استمرت. رويدا حال من الضمير المستتر في استمرت. أو تقول رويدا نعت لمصدر مقدر، والتقدير بل استمرت في السير استمرارا رويدا. رويدا توكيد لفظي، حتى حرف عطف للغاية. وصلت فعل وفاعل، إلى الشجرة جار ومجرور متعلقان بالفعل وصلت. فعندما استيقظت الأرنب من نومها لم تجدها. فحرف عطف عند ظرف زمان متعلق بتجد وهو مضاف، ما زائدة استيقظت فعل الأرنب فاعل، وجملة استيقظت
في محل جر مضاف إليه من نوم جار ومجرور متعلق بالفعل استيقظت ونوم مضاف ها مضاف إليه لم حرف جزم تجد فعل وفعل ها مفعول به فجرت بكل جهدها لتسبق السلحفاة الفاء حرف عطف جرت فعل وفعل بكل جار ومجرور متعلق بجرت وكل مضاف جهد مضاف إليه وجهد مضاف ها مضاف إليه لحرف جر بمعنى كي تسبق فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حرف الجر التقدير لأن تسبق وفاعله ضمير مستتر تقديره هي والمصدر المؤول من أن والفعل في محل جر بحرف الجر والجار والمجرور متعلق بجرت السلحفاة مفعول به ولكن خاب أملها وذهب جريها وتعبها سدى وحرف عطف لكن حرف عطف أيضا خاب فعل أمل فاعل وعمل مضاف ها مضاف إليه وحرف عطف ذهب فعل جري فاعل وجري مضاف ها مضاف إليه وحرف عطف تعبها معطوف على جريها سدى حال إذ رأت أن السلحفاة قد سبقتها ووصلت إلى الشجرة قبلها إذ حرف تعليل رأت فعل ماض من أفعال اليقين بمعنى علمت وفعله ضمير مستتر تقديره هي أن حرف مشبه بالفعل السلحفاة اسم أن قد حرف تحقيق سبقت فعل وفعل وجملة سبقت في محل رفع خبر أن والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها سد مسد المفعولي رأت وحرف عطف وصلت فعل وفعل إلى الشجرة جار ومجرور متعلق بالفعل وصلت قبل ظرف زمان وهو مضاف ها مضاف إليه وشبه الجملة متعلق بالفعل وصلت فندمت على تفريطها كثيرا فحرف عطف ندمت فعل وفعل على تفريط جار ومجرور متعلق بالفعل ندمت وتفريط مضاف ها مضاف إليه كثيرا نائب مفعول مطلق التقدير ندما كثيرا واضطرت أن تدفع إليها الجائزة المعينة وحرف عطف اضطرت فعل ماض مبني للمجهول ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هي أن حرف نصب تدفع فعل مضارع منصوب بأن وفاعله ضمير مستتر تقديره هي والمصدر المؤول من أن والفعل في محل نصب مفعول به إليها متعلقان بالفعل تدفع الجائزة مفعول به المعينة نعت والله أعلم بالصواب.